كل التحيات لكم. حلقة جديدة من مشاكل وحلول منبلشها بإشارة المخرج باسم جابر تنحكي حول عنوان دعم المحروقات في لبنان. اعتبارا من 1 تشرين الأول 2021 لن يكون هناك دعم على المحروقات نهائيا، سيرفع الدعم. هيك حسم بسام طليس رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بلبنان بلقاءاته الصحفية، وحاول قدر المستطاع أن يكون موضوعي، ولكن الاتفاق اللي صار بين الاتحادات والنقابات والحكومة كان هدفه نقل الطبقة العاملة بكلفة مقبولة في هذه المرحلة. طبعا إذا ما التزمت الحكومة بسعر صفيحة البنزين 100,000 ليرة على أن تعطى السيارة العمومية الصغيرة صفيحة واحدة، صفيحة ونصف لسيارات الفان الشرعيين طبعا، وصفيحتين للباص، و70,000 ليرة لصفيحة المازوت زائد 500,000 ليرة كبدل قطع غيار. كل هذا الموضوع وغيره نصحح نزيد ننقص. من رحب بضيوفنا شفيق الأسيس رئيس نقابة أصحاب الشاحنات، كبيرنا، أهلا وسهلا فيك. كمان رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بلبنان بسام طليس حج، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ صباح، يعني لك ولكل المشاهدين. سيدي كنت كتير صريح وجدي، قلت أنه من 1 تشرين ما بقى في دعم للمحروقات، يعني بعد هذا التاريخ لن يكون، يمكن بين اليوم وبكرة وبعده من هلأ لآخر الشهر بأي يوم يرفع الدعم. قديش رح يأثر عليكم في ظل الاتفاق مع رئيس الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، إذا لم ينفذ، وإذا تنفذ شو راح يصير؟ صباح الخير من جديد لك ولكل المشاهدين ولخينا الكبير أبو نديم. حبيب قلبي الله يخليك. هو رئيس الكل. حلوة. خليني بلش من اللي قلت، إنه أنا أعلنت من 11، أنا أعلنت بناء على كلام صدر رسميا وتبلغناه رسميا انه نحن 30/9 اخر وقت للدعم للمحروقات، وبالتالي المنطق بيقول انه ب 11 ما في دعم، بدك تروح تشتري بنزين ومازوت وحتى غاز بدون دعم. هلا اذا غيروا رايهم من هلا 30/9 بنشكرهم، لكن بضيعوا الناس، صراحه بضيعوا الناس، بضيعوا الشركات، بضيعوا المحطات، بضيعوا العمال، بضيعوا النقابات، بضيعوا قطاع النقل، بضيعوا كل الناس، لانه ما بتقدر حج، ما بتقدرش تدير بلد على القطع. يا اما انه في خطه عمل استراتيجيه. نحن وين رايحين؟ وشو بدنا نعمل؟ نصارح الناس، نحكي بوضوح مع الناس، ونشتغل على اساس. انت اليوم هلا اليوم مش عم بقدر استوعب وافهم انه في مازوت مدعوم وفي مازوت، فيك تلفن تقول له بدي طن مازوت مش مدعوم، بصير ما بعرفش دوله كيف راكبه، ما بعرفش يعني حتى بهذا القطاع للاسف فيها ايد وجه، يا مدعوم يا مش مدعوم. حتى يعرف حاله المواطن على اي مخده بده ينام. استاذ نقولها، ما بيجوز انه واحد يكون ساكن بطابق واحد جار حول وقباله جار، واحد بيشتري مدعوم واحد بيشتري مش مدعوم، في شيء مش طبيعي، يعني في شيء مش طبيعي. للسبب انا لما اعلنت وما زلت هلا برجع بقول، بناء لقرار الحكومه وبناء للاجتماع اللي حصل بالقصر الجمهوري برئاسه فخامه رئيس الجمهوريه واللي خصصوا 225 مليون دولار لا موضوع المحروقات والفيول والكهرباء والصيانة، هن قالوا رسميا من 1 تشرين ل 30/9، هن اللي قالوا، يعني ما بعد 30/9 اذا ما في قرار جديد مثل اللي عملوه، نعم، يعني معناتها نحن رايحين على رفع الدعم. هلا جوابا على سؤالك انه قديش ممكن تاثروا، شو ممكن يحصل، نحن استباقا لما قد يحصل ما بعد 1/10 جينا قدمنا من 3 أشهر باقتراح خطي، وبيعرف أبو نديم وزملائنا قدمنا اقتراح خطي، نعم، نقول فيه إنه خلينا ندعم هالقطاع، بتكونوا دعمتوا عموم الشعب اللبناني، عمال وطلاب وموظفين مشينا النقل وممرضين يعني. وغيره. هلا وصلنا لأنه دولة الرئيس وافق، اللي موافق شيء والترجم شيء آخر. بدي أقول لك شغله هيك بين هلالين، بالزمان
كان حدا معني او مسؤول بمطرح. نعم. فكل ما يجي على الاجتماع يجي مأخر نص ساعة، ثلثين ساعة، ثلث ساعة حسب. ليه؟ فالمسؤول عنه مباشرة قالوا لك حبيبي، قالوا لك خي ما أنا بدي أنطر السيارة لا تتعبى أو الفان لا يتعبى ولا أجي على الاجتماع. لا يتعبى، يمكن تأخر يمكن ما يتأخر حسب حسب الطريق، حسب عجلة الركاب، الركاب حسب الركاب. فقاموا أخذوا له قرار إنه بدنا نشتري لك سيارة لا تروح وتجي حتى ما تتأخرش بالاجتماع. بعد القرار الاجتماع الثاني، الاجتماع الثالث اجى مأخر نفس الشيء نص ساعة ثلاث أرباع الساعة. قالوا لك يا حبيبي، قالوا لك شو قصنا؟ قالوا ما القصة هيك 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 إنه عم بنطر وما بعرف شو لا تتعبى الفان أو تتعبى السيارة. نعم. قالوا ما أخذنا لك قرار. قالوا تعبني نزل لك معي يعني؟ قالوا يعني بركب على القرار وبمشي بيجي من الهرم بلعب على البك إنه وهلا حلو نحن أخذنا موافقة من دولة الرئيس إن شاء الله خير. أنا تابعت شخصية بتكليف من الزملاء مع معالي وزير المالية، معالي وزير الأشغال، وعملنا أكثر من اجتماع لعملنا الدراسة بالإعراب وبعتها معالي الوزير نهار الأربعاء القادمة هلا الماضي عفوا نعم. لعند دولة رئيس الحكومة. هلا هذا الموضوع يتطلب إصدار مرسوم استثنائي من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية محافظ الأرقام قبل آخر الشهر لحتى نبني. نحن بدنا إياه اليوم قبل بكرة. لا لك أوكي. شوف القرار سهل بتوقيع لكن التطبيق بده آلية وبده إجراءات، ومن هون بقول أنا باسم كل الزملاء وقلناها نحن ما بدنا نتدخل كنائبات واتحادات بالآلية. تروح الحكومة اللبنانية صاحبة المصاري اللي بدها تبع تحط الشروط والإجراءات وكل شيء بدها إياه بشرطين. الشرط الأول إنه نخفف عن الناس ونعمل تعرفة منطقية يحمل شوية الناس ويحملوا سائقين وتحمل الدولة. والشرط الأساس الثاني أن لا يتحول بعض السائقين إلى تجار محترم محروقاتينيين أو عاطلين على رح نسألك إياه هون. أستاذ شفيق اللي عم يحكي يعني الحاج بسام كتير مهم، ولكن أنتوا الشاحنات مشاكلكم قائمة بغض النظر عن هذا الواقع يلي نحن فيه، شو حصتكم من الاتفاق؟ انتو قديش رح تحصلوا على مزود مدعوم بال 500 ألف ليرة؟ انتو معنيين فيها كقطع غيار ولا 500 ألف ليرة؟ شو هي شو ولا طعم هاي ال 500 ألف ليرة؟ خلص بدك نلغيها من الغير. نحن عم نقول انه بدنا يعطونا تانك تاين مزود لكل شاحنة. قد رح يصير نحن هلا نين يوم عم نشتري تانكة المزود ب 11 دولار و 20 سنت. في أرخاص قالوا لنا نشتري بثمانية، نشتري بتسعة، نشتري بعشرة دولار، دولار عم نحكي دولار مش لبناني. نعم. لأنه المحرويات بالدولار عم يبيعوها. نحن عم نشتري شو بدك ناخذ أجور نقل يعني؟ شو بدنا كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نشتغل؟ ما زال التلكتين ما بيمشوا الحال كل يوم؟ لا ما بيمشوا الحال بس على كل حال بيساعدوا. كيف بدنا نمشوا؟ بكفوا له الكاميون؟ كاميون إذا بده يطلع من بيروت على جبال بده أكثر من تانكتين، إذا بده على طرابلس بده ثلاث تانكات أربع تانكات. بده يشتري الباقي على السعر الغير مدعوم يعني. أكيد مدعوم. مش مدعوم. كيف ما كان لو أعطونا تانكتين المزود بالنهار للشاحنة مش كافي، ولكن بتسكر لنا شوي أحلى ما نشتري ب 11 دولار و20. وين هو المزود المدعوم؟ وين الدولة عم تقول في مزود مدعوم بترفع الدعم بآخر الشهر؟ ما بلشنا من أول الشهر، بلشنا بالمزود على تسعيرة 11 دولار و20 سنت للتانكي حق التانكي. ما أخذتوا شيء مدعوم أنتوا أبداً؟ ما أخذنا شيء مدعوم أبداً أبداً، ما أخذنا شيء مدعوم. عم يبعثوا لنا الست أورو بتبعث لنا ال20 على مرفق بيروت بالسعر العادي، السعر الرايج. ما في شيء مدعوم اسمه. بيدعموه بشيء بسيط، ما بعرف شو فيه، مثل ما عم بقول الحاج انه خلينا يخلصونا ويعطونا لنعرف كيف بدنا نمشي على اي جهه. طب اذا رفع الدعم انتم بتتاثر ولا كيف؟ اذا رفع الدعم نهائيا اكيد بنتاثر، بس بنتاثر مش اكثر ما الدوله بتتاثر، لانه الدوله عم تخسر ونحن ضد خساره هالدوله. شو فينا نعمل؟ اليوم اذا بتنكت المزود ب 11 دولار و20 سنت بعد بتتهرب على سوريا، ونحن كل مشاكلنا من تهريب المحروقات على سوريا. حتى لو رفع الدعم نحن رح نضل نعاني بسوريا اغلى بعدها. نعم. بعدها اغلى بسوريا من هون.
طالما هي مزود اغلى بسوريا من لبنان بده يضل يتهرب باي طريقه او كيف ما حدا بيعرف. حاج بدي اسالك يعني موضوع الدعم مين رح يتكفل فيه؟ يعني انت اجتمعت مع رئيس حكومه تصريف الاعمال ووعدتكم يعني وعم بيقول يعني استاذ شفيق ما عم بيلاقي الا بالسوق السوداء مدعوم ما عم بيكون فيه، ولكن هون مين رح يدفع فرق الدعم؟ الخزينه ولا من وين المصريات رح يكونوا؟ المنطق بيقول انه الخزينه خزينه. لا لك ليش؟ هلا بغض النظر عن بيقوله الرئيس ابو نديم تهريب وغيره، مبدا التهريب موجود بين كل الدول المجاوره، حتى اذا رفع الدعم رح يبقى لك مبدا التهريب. عم بحكي المبدا، بس هلا زايد كثير عنا. عم لك مبدا التهريب مين مانع الاجهزه الامنيه والسلطات المعنيه تمنعه وتقمع؟ مين منعه؟ مين يعني قام حدا مثلا شفت لك شو واحد لقط عم بيهرب؟ قديش عم تطلع بيانات غير الجيش؟ ضبطنا. شفت لك شو واحد اعترض او شي جهه سياسيه اعترضت او شي بلديه اعترضت او شي تجمع خطير اعترض؟ ما حدا اعترض. روحوا، هذا عمل يومي ودوري، حدا بيهرب حدا بيلقطه حدا بيتاجر. يعني لك خلينا نقول تجاره مخدرات بالقانون مسموحه بلبنان؟ اكيد لا. في تجار مخدرات ولا لا؟ في. مش كل يوم يومين بتسمع انه ضبطوا ولقطوا؟ هلا كنت عم بقرا انا جاي لقطوا انه ما بعرف وين ببرج عمون من الوان شقه ما شقه منشو. السرقه مشروعه بالدين وبالقانون وبالعرف مشروعه شيء طبعا، لكن لا. في حراميه الاجهزه الامنيه عم تلقطوا. تهريب بيشبهوا، تهريب بيشبه بين اي دوله ودوله اخرى. مبدا تهريب انا برايي ما بيوقف، برايي ما بيوقف لا بيننا وبين سوريا ولا بين سوريا وبيننا ولا بين كندا وامريكا ولا بين ما بعرف الدول الاوروبيه وحدودها على بعض على بعض الدول العربيه. يعني حطينا يعني حملنا موضوع التهريب بالاجهزه من ابو نديم اكثر من ما انه بيحمل. نعم. لا بل بالعكس. ايه. اذا بدك السوق السوداء اللي صرنا شهر ونص شهرين تقريبا غطت وكفت ووفت على موضوع التهريب. ابو نديم حدك يعني وهو عنده هذه الوجهه نظر انه التهريب هو مسؤول؟ طبعا هو سبب كل العله، سبب كل شيء. عم يوضح لك، عم يوضح لك. بس انا بحترم طبعا. نعم. بحترمه يعني بحترم رايه ابو نديم. نعم. بس انا عم بحكي تهريب جزء. طب شو عنده حل ابو نديم؟ السوق السوداء. شو عندك حل؟ السوق السوداء يعني عم يحكي حل مضبوط. ايه السوق السوداء اخطر ولا التهريب اخطر؟ نعم. هلا اثنيناتهم خطرين، اثنيناتهم عم بياثروا عم بشكلوا طوابير. عم بحكي اي اخطر؟ تهريب. اي اخطر؟ مش السوق السوداء اخطر؟ اذا بدك، لانه موجود قدامك. اذا بدك انا معك موجود قدامك، مش قادر تحصل عليه. أيه. الا بالسعر العالي. نعم. شو يعني؟ بس صار مشرع هيدا. خليني لك. ما بقى خطر، صار مشرع عادي. تنكة البنزين والمصروف يعني وزير الطاقة سمح والصناعة سمحت كله عادي. سوريا بحدود 400-500 ألف ليرة. نعم. مش هيك؟ نعم. بدها تطلع هلا تنكة البنزين 336 ألف، يعني من 1/10 حسب ما قبلنا 336 ألف. قبل عم بقول لك بالرقم هلا بتطلع شوي مزود. قديش رح يصير؟ بال 270-275 تقريبا. طيب لما ابو نديم هلا عم يشتري من السوق السوداء التنكي ب 500 ألف او ب 600 ألف، وفي بعض محلات ب 800 ألف. نعم. انا بهرب خي، انا بهرب. هي اوفر لي واهون علي. طيب شو الحل؟ يعني هلا مش عم ننظر، ولكن شو الحل ميدانيا؟ انت عم بتقول انه القوات يعني القوى الامنيه مفترض انه تمارس دورها، يعني رئيس نيابه يعني اصحاب الشاحنات عم يشكي ويقول انه هذه المشكله بنحملها كل تبعات اللي عم بيصير. يا استاذ نقول. نعم. يا استاذ نقول انا يعني ما بدي ينفهم كلامي وكانه لا سمح الله عم دافع عن فكره او مبدأ. اكيد لا، انت عم تشرح وجهه نظرك. انا عم بحكي راسي على كتافي واجري على الارض. ما نعمل يعني ما نعمل تهريب، عن وين التهريب؟ شماعة لبعض التجار والمحتكرين اللي عم بيبيعوهم بالسوق السوداء. نعم. اللي عم بيبيعوهم بالسوق السوداء ضعفي واكثر من ضعفين. نعم. ضعفي اللي عم يتهرب ان شاء الله. عم بحكيك بصراحة يعني استاذ شفيق. يعني اللي قديش عم بيلاقوا يا اخي؟ نعم. اللي مش عم بحكي هلا قديش عم بيلاقوا يعني ضبط؟ انا مش عم بحكي كلام مخبأ. هلا هالفترة اللي مريتها الأسبوعين كم مليون بمليون بمليون لتر التقوا على جميع الأراضي اللبنانية مخبيين بالخزانات وتوزعوا كتير. كتير وتوزعوا. طيب ليش مخبيينهم؟
لانه بده يغلب، مش لانه بده يغلب بده يبيع بالسوق السوداء. نعم نحكي مع بعضنا بصراحه يعني. نعم. مش انه يعني ناخذ موضوعنا كله على انه والله قصه التحريم خربت. طيب على خيي، طيب بعد يومين ثلاثه رح تشوف صهري جاي من سوريا، شو بيقولوا السوريين؟ عم بيهربوا لنا المزوطات على لبنان، من بني ياس على لبنان. شو خبرونا شو كيف بدها تصير؟ بكره بتكثر مصادره وخمسون صادره والعصر عمال لذلك انمرقوا من عقار، العقار بيصادروا المزود فورا. بدنا نحكي كلام تفضل المنطق والعقل والمسؤول اللي بيضوي لنا على الاسباب ولنعالج من خلالها ان شاء الله. أبداً. ان شاء الله. استاذ شفيق اللي عم بيحكي الحاج بسام مهم كثير، ولكن انتم كنقابه ام لاصحاب الشاحنات بلبنان، شو مخططكم يعني بعد رفع الدعم؟ كيف رح تشتغلوا؟ شو رح يتغير ميدانيا في ظل تداعيات اقتصاديه الكل متخوف منها انه وضعنا ما رح يحملها؟ انا رئيس نقابه الشاحنات لكل لبنان. نعم. هالنقابه هاي بتفرع منها نقابه نقل الخارجي والصهريج والبور نعم، ولكن الام هي النقابه تبعنا. نحن طيب عم شو مخططكم؟ شو بدنا نحن رئيس الاتحاد وكلنا عم نشتغل على اساس يخفضوا لنا سعر ويعطونا مزود مدعوم للشاحنات. الاتفاق مع رئيس الحكومه، هذا الاتفاق اللي نحن بعدنا مطولين بالنا عليه وماشيين فيه، لانه اذا ما تم هالاتفاق هيدا يعني حالتنا بالويل. انا بصير بدي اعلن تعبئه وبدي اعلن اضراب عام وبدي سكر الدنيا. انا هلا ما عم بتحرك، بيعملوا اضراب على البور، بيعطوهم شوية مزوط وبيرضوهم. هودي الرضا اللي عم يعطوهم اياه تيسكتوهم، هذا مش هيدا مثل اصيب. نحن بدنا شيء مضبوط، بدنا شيء الدولة تعمله لهالشاحنات، لأنه هالدولة ما عم تعمل شيء. بيحكوا بنتفق معهم وبيوعدونا وما بينفذوا شيء أبدا. من كل اللي وعدونا بعد لهلا ما تنفذ اي شيء. ما بنفذوا يمكن لأنه ما في إمكانيات. لا في إمكانيات، ليش تنفذوا هلا الأجور؟ ليش عم مرسوم منفذوه؟ من 8000 ل 24000. ايه فيهم يعملوا مرسوم هالقنيه ويعطوا النقل ويخففوا اجور النقل على العالم، لانه اذا تخففت اجور النقل ببطل في عجقه سير، ببطل في اضراب عام، ببطل في زحمه على المحطات لشراء البنزين. بقول لك انا بدل ما اروح اقعد يومين تاشتري تانكة بنزين، بروح بالسيرفيس بدفع 5000 10000 من ال 10000 ولا تحت، فوق ال 10000 ما بقى فيه يشتغل زلمه. صار بروح بيشتري تانكة بنزين لو حقها. هلا نيل البنزين صاير ارخص من المزوت، كيف هاي؟ عمره صارت هاي؟ كل عمره المزوت ارخص من البنزين بالثلثين، يعني ثلثين. هلا قلبت، هلا نيل قلبت، هلا المزوت اغلى من البنزين. مش عم نفهم هالحكام اللي مستلميننا نحن واللي ممشييننا شو عم يعملوا هالجماعة؟ شو عم بس يكولوا بفكرهم؟ شو عم يشتغلوا؟ شو هالشغل اللي عم يشتغلوه هيدا؟ نحن وين بدنا نوصل هلا بتانك البنزين 11 دولار و20 سنت؟ وين بدنا نوصل؟ يعني اخترت بيتنا، لا بقى في حدا يقعد ببيته ولا حدا فيه اكثر. رئيس البنزين، انت عم تحكي على المازوت 11 دولار و20 سنت. ايه البنزين اكثر منيح تتصار للبنزين أكبر. بعده هلا هيدي حاله. نحن بلشنا، نحن بلشنا عم نقول البنزين انه لاخر شهر. العامل هلا الناس كلها عم بتخزن بنزين مثل ما خزنت الاول مزوت وسكتوا ما حكوا من اول الشهر. بلش المزوت بهالمرحله اللي انت عم تحكي فيه شغله كثير مهمه مرتبطه بالامكانيات. وقت اللي عملتوا زياره لوزير الماليه حضرتك نقل عنك قلت انه كلفه دعم القطاع الوزير قايل رح تكون 6.5 مليار ليره، مظبوط؟ انتوا عملتوا غير تقدير دراسي، قلتوا لا بالعكس 2 مليار و500 مليون. لا. يعني بهذه الحاله خليني. يعني اللي عم بيقوله استاذ شفيق مهم كثير، ولكن واقع الامكانيات المرتبط بين الست مليارات والمليارين في فرق. اول شيء استاذ زين، اولى اللي لبنان عنده ما يكفي من الامكانيات، ولبنان مش بلد فقير. منه فقير؟ لا لا، اللي عم المشهد اللي هلا نحن عم نشوفه هو قرارات بطريقه عم بفقرونا، عم يعملوا لنا فقره. ما حدش فقش باش مين راس مالي. انا كنت مخزن شويه مزود خلصوا، انا عندي كمان الجولدن بيتش وعندي شاليه. ايه مخبى بيتو عندي يعني 10000 لتر على الهواء. عم بتقول مخبى؟ انا مخزن انا يعني 10000 لتر للخزان للموتورات. عندي الموتير 500 كي بي كل موتير عندي اثنين بيشتغلوا. ايه انا معك بيحرقوا 1250 لتر.
مجهول كل يوم 1250 لتر مازوت. وين كنت مخزن حسابها؟ ال 1250 لتر مازوت قديش بيعملوا بالدولار؟ 11 دولار و60 سنت حقه، بدل 60 تانكي يعني 60 تانكي يعني 11 دولار. يعني كيف ما كان بدي بدي باسم استاذ الحسابات كالكولاتريس صار بدي مبلغ واهي، انا بدي فلل بسكر الجولة مش بيسكروا وفلل الاكل اللي ساكنين فيه. نعم خلينا ننبسطوا هاو الحكام لنعرف على شو، ولكن قالوا لنا شو بدنا نعمل، هذا شيء مش مزبوط. انا اذا سكرت انا غيري رح يسكر، كلنا بدنا نسكر. لا انت معروف عنك بس سكر معك بتبلش ايه بعد ما سكرنا سكرنا كلمات مش مزبوط. ما بقى فينا على الهواء 60 ايه بكون على الهواء انا 60 10 دولار و 20 سنت 11 دولار حق تانكة المازوت، شو بدي لحق له؟ طب خلينا كل يوم بده 60 تانك. خلينا نسال فرق الحسابات اللي نحن حكينا عنه استاذ شفيق الاسيسي، يعني بين ال 6 مليار والمليارين يعني في 500 مليون فرق، يعني اللي حكينا عنه اللي خليني الحسابات اللي عم نحكي عنها كمان لحتى تتوضح نكون نحن الاقتراح اللي قدمناه استاذ الاولى نعم واللي شارك فيه ابو نديم، قدمنا اقتراح لرئيس الحكومة وصار في جلسات عمل نعم نحن وياهم، كنا مقدمين اقتراح تنكة البنزين ب 40 ألف وتنكة المازوت ب 30 ألف بين 25 و 30 ألف نعم. لما قعدت أنا وزير المالية مع الوزير المالية ووزير الأسعار قلت له معه هذا الرقم كبير، أنا تفاجأت 6 مليارات 500 مليون 6000 مليار و 500 6000 مليار ليرة و 500 مليون كتير. قلت له هذا رقم كبير من وين مع الوزير؟ من وين؟ قال عملنا حسابات مع الوزير عامل الحساب على اساس انه تنكة البنزين ب 300 336 ألف. قلت له ايه طبعا بده يطلع الفرق غلط، لطالما انك عم تقول انت هالقد، نحن بالنسبه لنا عاملين الحساب انه تنكة البنزين ما بقى تتجاوز 100 ألف، عم بحكي رسميا حسب الاتفاق حسب عامل الاساس نعم. لهالسبب رجعنا رحنا بخيار وعدلناه وقلت له للشباب انه بدل ال 40 ألف نعملها 100 ألف تنكة البنزين، وبدل ال 25 ألف نعملها 70 ألف تنكة المازوت، عم بحكي اللي بدهم يعطوا للسائقين، اكيد نزل الرقم يعني فرقت، بدل مثلا 340 ألف انت بدك اياها ب 40 ألف يعني 300 ألف ليرة. شو بده ليصير الاتفاق منفذ ولا شيء؟ المرسوم بس بده مرسوم استثنائي بده مرسوم استثنائي يوقع من فخامة رئيس الجمهورية دولة رئيس الحكومة وبيمشي الحال. هلا سألت أنت من وين بدهم يجيبوا؟ طبعا أستاذ نقولها نحن نائبين صح نعم ومعروف تاريخيا عن النقابة دايما لسانه سابقه بالعاطفة أكثر ما هو بالعقل. نعم نحن الحمد لله كقطع عم نتصرف بموقع مسؤول، نتصرف إنه هذا البلد بلدنا، الخزينة خزينتنا والاموال اموالنا، وعود الناس اللي بنمثلهم واللي بيطلعوا معهم اخوتنا واهلنا. مش هناك قدمنا هاي الاقتراحات ورجعنا رفعنا من ال 40 لل 100 ألف، وقلنا بدنا نعمل تعرفه يحملوها الثلاثه، المواطن يحمل، السائق يحمل، والدوله تحمل شوي، وطلعنا بهالاليه هيدي اللي مشينا فيها. هلا بتقلي المصاري من وين؟ بقول لك انا لبنان منه مكسور ومنه فقير، عنده أملاك وممتلكات ما يكفي إنه حتى دينه العام اللي انحط على اللبنانيين أنا بعتقد عنا أملاك ما يكفي إنه يسكرها أو أقل شوي. إذا نحن ما عنا مشكلة. بتقلي من وين بده يجيبوا؟ نعم بقول لك خلي جاوبونا من وين جابوا ال 225 مليون دولار بالاجتماع اللي عملوه بناصر الجمهوري لا يدعموا هذا القطاع. نعم. ما في ابسط منها ابدا. وقت اللي بيقرروا والنيه بتكون موجوده والاراده عن جد بتكون موجوده ما فيش، كله بيتامل وما حدا هربان ابدا من مسؤوليته ومن واجباته تجاه الدوله اللبنانيه، لكن على الدوله اللبنانيه كمان تروح تتصرف بشويه مسؤوليه مع الناس مش مع السائقين. نحن الاقتراح اللي قدمناه وافق عليه دوله رئيس الحكومه يا استاذ الاولى، هذا اقتراح لا يفيد السائقين حصرا من الشاحنة من الشاحنة للسيارة لكل شيء، هذا بفيد المواطنين عمال طلاب موظفين عسكر
عسكر. نعم. يعني أنا مثلا بتضايع لما بشوف أنا مجموعة من العسكريين اللي هن عم يحمونا. نعم. وحافظيننا كرامتنا إنه واقفين على جناب الطرقات بدهم يطلعوا أوت ستوب مع هذا ومع هذا ومع هذا لأنه معاشه ما بكفي إنه يحطوا. مع إنه في وسائل نقل للجيش اللبناني. في وسائل نقل بالجيش اللبناني. وسائل مش كافية طول بالك ما. نعم. كمان الجيش اللبناني بده إمكانيات. نعم. شوف وبده محروقات وبده كل شيء يعني. انه شو يعني شو بيفرق العسكر اللبناني او مؤسسة الجيش او قوى الامن الداخلي عن اي مؤسسة اخرى؟ بالاخر قد ما بتحط بالدست بتشيل بالمغرفة. مش هيك المثل؟ مزبوط. اذا عندك عسكر وقوى امنية مش قادرين يتحركوا لانه امكانياتهم محروقاتهم وغيرهم لمعاشات ما بدي فوت بهالموضوع. على كل حال احنا عملنا اتفاق والتزمت انا والشباب مع علي وزير الداخلية ودولة نائب رئيس الحكومة بصفتها وزير الدفاع انه احنا فور البدء بالتطبيق هذا الاتفاق. سيخصص شيء خاص لعناصر القوى الامنية والعسكرية بينعمل لهم بطاقات بصيغة انه نص القيمة. اذا كانت تعرفي ب 10,000 بيتاخد منه 5,000 حتى لو نحن كنائبات بدنا نحمل الموضوع ما عندنا مشكلة. رح نتابع انا وياكم بس بدنا نشوف سوا ريبورتاج. بس بدي مرة شغلة. ليش الدولة ما عم تم مصرياتها؟ ليه؟ في مصريات هاملتها الدولة ما عم تعملها، بتعرف قديش بتطلع مصلحة تسجيل سيارات كل يوم؟ نعم. 3 مليار. نعم. بيدخل 3 مليار للدولة. نعم. من مصلحة تسجيل سيارات كل يوم. موقفتها معطلتها الدولة، ليش معطلينها؟ لا المعاينة ليش معطلينها؟ المعاينة عم تشتغل. مش المعاينة، مش المعاينة، في رسم ميكانيك. طيب شوف المعاينة رسم ميكانيك 3 مليار بيعمل. انا شوف المعاينة بس خليني اقول لك. خليني اقول لك كلمة لأنه هلا أنا فايت. أنت وفايت. حدا من الشباب عندكم هون الموظفين. فرجيك صورة؟ لا لا. قال لي كتر خيرك. كتر خيرك، نحن فوق بعضنا على أبواب المعاينة لنعمل معاينة. أنا بدي أقول له للأخ اللي ما بعرفه. نعم. من خلال الشاشة هذا السؤال يوجه لدولة رئيس الحكومة والوزارات المعنية لأن نحن اللي علينا عملناه. التوصية طلعت من لجنة الأشغال العامة والنقل، معالي الوزير صارت موجودة عنده، دولة الرئيس موجودة عنده. شو المطلوب؟ هذا الموضوع روح يطبق القانون بالقانون. انتهى دوركم هون بعد التوصية؟ ما زال. شوف بعد التوصية انتهى. أنا لن أكون يا أستاذ نور، لا انا ولا زملاء، لن نكون ملكيين اكثر من الملك. قديش سكرت المعاينه؟ قديش سكرت قطاع المعاينه الميكانيكيه؟ هو ملك الدوله اللبنانيه. نعم. الدوله اللبنانيه قررت انه تستهتر فيه، قررت انه ما بعرف شو بتعمل هذا الشهر. قفلتوها 3 اشهر اذا بدنا نقفلها. قفلناها قبل بمره شهرين. شهرين. واخر مره قفلناها شهر. نعم. لانتهينا باجتماع وحطيتهم بالجوله الشباب واجتماع فوق الطاولة مش تحت الطاولة. يعني انتهى دوركم بعد التوصية؟ هذا اللي بدي اعرفه. نعمل توصية، راحت لعند رئيس الحكومة توصية بالشيء اللي نحن طالبينه اللي هو وفق القانون. بالقانون هلا اللي عم بصير ما زلت عند رأيي. اللي عم يحصل بالمعاينة الميكانيكية اليوم لا يقارب القانون ولا من مطرح. طيب. ولا بهالقد للأسف. خلينا نشوف سوا ريبورتاج بموضوع الشاحنات، المطلوب انصاف قطاع الشاحنات في لبنان ونرجع نتابع سوا. حقيقة هذا قطاع يعني متروك من كل الدولة، عم بينازع يعني ما عم بيقدروا نأمن محروقات، ما عم تأمن لنا محروقات بالسعر العادي تبع الدولة، عم نروح نأمن نحن من السوق السوداء، عم توصل تانك 350 و400 ألف وهي إذا لقيت. بعدين يا خيي ما يعني شيء مش طبيعي صار متروك هالقطاع لهيك للسوق السوداء. كله عم بنضرب، ما في شيء، كل العالم مضروبه يعني. شو يعني شغل انت عارف هون شغل خفيف بالبور ومزوت مش عم بيعملوا ولا شيء يعني، كله على السوق السوداء 350 400. ما في مزوت ولا ترمى عم تعطينا، عم نضايق كثير. الشباب اللي جاي جديد بعتبر انا كبرت 54 سنه ما بقاش ما بدي يلحقني، بس وقفنا تشبعنا كتر خير رب، بس هالجيل الطالع حرام الله يكون بيعاونه الله يتشفع فيه. نحن قطاع الشاحنات قطاع كثير تعبان بسبب المازوت، عم نشتري مازوت بسوق السوداء ب 350 ألف وب 400 ألف.
بالجالونات ولا طرمبه عم بتعبي لنا مازوت، بنعبي بسياراتنا ونقعد نزق جالونين جالونين لكل كميون. في بضاعه عم تتاجر من يوم ليوم لنأمن مازوت، وكل الحموله عم تتاجر، صاحب البضاعه بيدفع مصاري كاش ورق كاش تاخير بمرفق بيروت، لا شيء لشركه الشحن شيء للمرفق كثير، وحتى التجار كثير تعبانين. اذا بيوقف مرفق بيروت البلد كله بينهار، المواد الغذائيه، المواد التموينيه، المواد الاوليه كله بيطلع على مرفق بيروت. عم تنقطع الكهرباء هون كمان على المرفق، كمان بشكل خطر على البرادات يلي جايبه فيها مواد غذائيه. المطلوب انه الدوله تتطلع فينا وتامن لنا مازوت، الدولاب بالدولار والقطع بالدولار وكله. ما غلينا شيء نحن انه بدنا نكبر ربحنا، لا مش مزبوط الحكي. اللي قد ما بيسرقوا ايه بجنزروا الدوليب بجنزروا كل الريبورتاج شفت الجنزر الدوليب بس ايه هونيك فيش بعرفهم هونيك ما انا قلت عنهم ايه نعم ما انا قلت عنهم اليوم نحن بحاله مش مضبوطه نهائيا واصلين لنقطه نعم بتفجر البلد انا سالتك سؤال ما جاوبتني عليه انتوا عاملين خطه بديله يعني لرفع الدعم رفع ولا لم يرفع عندكم خطة بديلة رح تكون فيها؟ أنا شو الخطة؟ نحن إذا رفعوا الدعم بده يغلى كل شيء، يعني شغلة ما بتزبط أبدا نهائيا رفع الدعم عن المازوت. بس هيدا واقع رح نوصل له. هلا البنزين بدك تروح بتروح في بديل بالسيرفيس، بس الشحن إذا ما كانت فيه غلى مازوت ما في مازوت، بشو بتشحن نقلتك؟ بشو بتاخذ بحر رمل مثلا؟ بشو بتاخذ ترابي بتجيب ترابي مشكة؟ وترابي ترابي خلينا نحكي عن ترابي. نعم. يا خيي طن ترابي ب 1500 مليون ونص ليره طن 20 كيس مليون نعم. ونص كيف بتعمل العالم كيف بتشغل البلد كيف مليون ونص حق انا هيدا بعدك بحلقه خاصه رح يكون بموضوع انا هيدي هيدي رح نعمل حلقه ابدا قايمين قيمتهم مسكرين المصانع نعم وكل هالضجه هيدي هلا وقتها هلا بهالوقت هيدا ان شاء الله طن ترابي مليون ونص نحن ما فينا نشتغل هيك حج تامينيتنا ما فينا حج بدي ارجع لعندك حج بسام أنا بقدر اللي أنت عم بتسجل نقاط وملاحظاتك بس أنا أنت قلت إذا لم تلتزم الحكومة بهذا الاتفاق اللي عملته مع الرئيس وتصدر المراسيم اللازمة لذلك عندئذ سيتم درس التعرفة وفق الأصول مع وزارة الأشغال من خلال الدراسة التي تعد بناء على 17 عنصر للتعرفة أخذين بواقع الحال كمان الشاحنات ولا بس عم نحكي سيرفيسات يعني 17 تعرفة لشو تعرف شو مشكلتنا مشكلتنا صرنا بهالبلد نعم المنطق صار استثناء والشواز هو القاعدة نعم يعني أنا قلت وبعدني بكرر إذا إنه عندك خيار من اثنين أول إما إنه الحكومة اللبنانية أو إذا بدك الدولة بشكل عام بتصدر المراسيم اللازمة لهالاتفاق ليصير ناجز ونافذ وبالتالي منكون خففنا على الناس ولبينا نعم. السائقين واما الخيار الثاني ما في غيره ابدا الا انه نحن بنقعد ونحن وزير الاشغال وفق القانون بنقول انه نحن بدنا نعمل تعرفه جديده نعم ان كان شاحنات نقل بضائع ولا غيره كله خضع على الوزير او انه طبعا كله هذا بالقانون وزير الاشغال بيصدر التعرفه حلو ونعملها لكن بقول لك من هلا قلت قبل بمره وبرجع هلا بقول اذا لا سمح الله ما مشي هذا الاتفاق نحن رايحين على تعرفه موجعه هل الدوله اللبنانيه والحكومه اللبنانيه جاهزه لانه تحمل هذا العبء لما بدها تصير التعرفه تتجاوز 20,000 ليرة انت عملت بيان من يوم ايه عم قلت تتجاوز 20,000 ليرة برجع بأكد على هذا البيان إنه ابدا برجع بأكد على البيان اللي عملته لانه يا اخي عم نحكي منطق نعم واحد زائد واحد بيساوي اثنين طيب ايش يعني لك انا بروح بعمل تعرفة جديدة رسمية تروح تلزم كل السائقين نعم. ولا بتركها مزرعة وفلتانة هلا شو عم بيصير؟ فلتانة هلا يا استاذ نقولها فالفيني كل واحد بسير على ذوق فلتانة هلا موضوع تعرف نقل الركاب نعم شو عم بصير بين خط وخط سعر
وبين حي وحي سعر. قد ايه لازم يكون؟ وبين فان وفان سعر، وبين سيارة وسيارة سعر. السقف 10,000. وبين شاحنة وشاحنة سعر. السقف 10,000، عم ينحكى 25. لا، نحن الاتفاق. نعم. اتفاق إذا ما نفذ نحن رايحين على تعرفة ب 10,000 للسيرفيس و 5,000 للفان، وحكم الأوتوبيس الكبير أرخص. نعم. يعني أقله ب 1000 ليرة. فإذا مش بهي الاتفاق من هلا أنا بقول لك هاي التعرفة هاي بدها تصدر. وبكل الحالتين مش الاتفاق او ما مش الاتفاق، نعم، توقع المرسوم او ما توقع المرسوم، سيكون لنا جلسة عمل مع معالي الوزير. اذا كان توقع المرسوم ما بدها تطلع تعرفة رسمية يمضيها وزير، نعم، وزير، نعم، الاشغال العامة والنار. واذا ما طلع المرسوم من هلا لاخر الشهر، نعم، يعني كمان نحن بدنا نعمل جلسة مع الوزير لنعرف تعرفة، نعمل تعرفة جديدة. أوكي. على اساس الاسعار الجديده اللي هي مش مدعوم. ومن هون بقول لك انا امبارح اتفقت انا مع وزير الاشغال، نحن الثلاثه الساعه وحده عندنا اجتماع للقطاع مع معالي وزير الاشغال لنبحث وين صرنا بموضوع الدعم. ماشي الامور كله واضح، والله مش مشالي. شو بدنا نبحث بعد ما كله واضح؟ انتم ناطرين اصدار البراسيم بس. عم بحكي، ما عم بحكي، وين صرنا بالتطبيق والتنفيذ والاقرار؟ اوكي، لحتى ما نضلنا نحكي بالسوالف. طيب. وحكي وانه اتفقنا وما اتفقنا، اتفقنا ما اتفقنا. الاتفاق بده تنفيذ، بده توقيع. يعني لا تقول فول يصير بالمكيول. حرام عليهم يا استاذ نقولها. على مين؟ حرام عليهم هالمسؤولين الحكومه، حرام عليهم يتركوا الشعب والسائقين ضايعين. خلينا نسمع. ضايعين هلا الناس ضايعه. تسمح لي؟ عيب. نعم، عيب. يعني على الشيء اللي يتوجه لدولة رئيس الحكومة ولأصحاب المعالي المعليين، شو بكون موقفه إذا أخته أو بنته واقفة على الطريق وبدأ تطلع بسيرفيس أو بفان؟ نعم. ويصير في تلاسم بينه وبين الشوفير، ما هو كلهم هالصبايا يا والشباب يا أخوتك يا أولادك يا نسوانكم يا خياتكم، بدكم يتبهدلوا وتصير مشاكل بين الناس وبين الشوفارية. ما الشوفير هو جزء من هالناس، والشوفير والناس بموقع واحد بجبهة واحدة. على الدولة اللبنانية تروح تتحمل. يا أستاذ نقولها، أنا قلت قبل بمرة برجع بقولها هلا. تفضل يا أخي. وهذا الكلام قلناه لدولة الرئيس، قلته لمعالي وزير المالية، لمعالي وزير الأشغال، لكل المعنيين. وهلا برجع بقوله يا أخي، لو كان هناك نقل عام تابع للدولة، نقل مشترك، مترو، ترين، حلو، لو كانوا موجودين هلا، هودي كلفة تشغيلهم حساب مين؟ يعني التوظيف، الموظفين والشوفارية، المحروقات، الصيانة وقطع الغيار، حساب مين؟ حساب الشوفارية ولا حساب الدولة؟ يا أخي طالما إنه مش موجود هذا القطاع، وهذا القطاع الخاص عم بيحل محلهم وعم بيقوم مقامهم بهالموضوع، خصصوا له جزء من هالمبلغ اللي يفترض انه ندفع لهالقطاع لحتى نقطع هالمرحلة الصعبة والاستثنائية اللي نحن مارقين فيها. ما عم نطلب معجزات، ما عم نطلب طلبات تعجيزية، عم نطلب انه نوازن ما بين امكانيات المواطنين وقدرة السائق على الاستمرار وامكانيات الدولة. ما عم نطلب ما عم نطلب شروط. رح نسمع انا وياك صرخة ابدا، صرخة وجع السائقين العموميين. طبعا كاميرا برنامج مشاكل وحلول كان في إلى جولة عادت لنا بهذا التقرير، منتابعه سوا. نحن النقابة عطول نحن وياهون ما رح يقزوا علينا، بس النقابة يحكيوا مع المسؤولين الكبار من الوزير إذا صدقوا هوديك جماعتنا هون النقابيات بيصدقوا، عم يدفعوا من جيبتهم شيء، ما هني عم يسعوا ليساعدونا. عم ناخذ 10,000 مثل العالم، والعالم الله يساعد، ونحن الله يساعد، كل شيء البلد الله يساعد، البلد كله معلق ببعضه. مش عم تصفي معي، من على بكره هلا عم استفتحت. ما يا خي تاكسي، ما عم بيجينا تاكسيات، الناس عم بتروح ماشي على شغلها حتى ما يدفعوا سيرفيسات. يعني الناس كلها اكلتها، الناس كلها متضايقه اليوم. بدك للمضبوط؟ لا في ب 300 ولا في ب 400، ما في تاكسيات. ما حدا عم يستاذ يقول تاكسي بهالايام. خايفين من الغلق، والشوفير اذا بده يروح تاكسي بروح غصب عنه، لانه اذا صرف البنزينات بده يرجع ينام على الترمبه.
هاي مثل هلا الا من الصبح هذه الاطرمبه هلا تجينا. هلا انا باخذ اذا قريب 10,000 بعيد بقول 15,000 شو بدك تعمل؟ 10 حسب المشوار بعيد قريب. ما بدناش نشتغل نطلع مصاري نطعم اولادنا؟ قادرين نعمل ميكانيك؟ ولا شو ما اللي كانوا اللي اجوا اللبنانيين راحوا اجوا قعدوا شهر ونص شهرين اشتغلنا لنا نتفه هلا فلوا ما عادش في شغل نوم نوم. جنوب خيي لحاله عم بحكي على صعيد جنوب 200 محطة بنزين فيه وين المخزون؟ وين الموني بقلبه؟ بتبرم من الزهراني لصيدا لبنت جبال لصور ما بتلاقي نقطة. طيب ليه؟ عندي عائلة خيي إذا بدي أمنونا البنزين أهم شيء أمنونا البنزين ولو ب10,000 بتوفي معنا بس أمنونا البنزين. من الساعة 6 من مر نقول لهون هلا عم بقولوا لنا خلص البنزين أيه. من ورا الزهراني اللي بفوتون من جوا بدك توقف بالصف وإذا بتوصل على ترمبة بقول لك خلص البنزين رجع روح أدور ترمبة ثانية. ما في شغل تعبان إيه تعبان ما أنا معطوبة أجري شو بدي أعمل؟ اشتغلت باكل ما اشتغلت ما باكل يعني لو ما زلمة صاحب السيارة يعني أكثر من خي أوعد بنكسر بقول له جمعتي جايب عوض لك لأنه هذا الوضع كل نهار نوقف لنعبي بيعبي لك 50,000 مثل كأنك عم تشحد بالبلد قل له عمي عمومي أنت باب رزق نحن باب رزق بيعمل لك بإيده هيك يعني ما أعرف من هيك وضع ما في عيني وعربية المحطة اللي بتفول بدك 16 ساعة ما بتخلص على هيدي التوابير بقى شو الحل مين سألان مين راضي عنا ومين ما راضي عمي مسائل عن شو عاملين بالبلد ما بعرف كلنا خدمنا الوطن ونحن للوطن كل شيء ونحن طيبين ما حدا سألان عنا هدول الصالحين للبلد ما حدا سألان عنا العين. في غصة وفي حسرة على الوضع اللي احنا فيه شو بدي احكي لك شو بدي احكي لك من الفجر عادينا بدي اشتغل يوم اللي بدي عبي بنزين يا بعبي يا ما بعبي ما بيشتغل شو بعمل 7 دقايق بيقول لك بده يخلص البنزين مش معروف هو طابور زل ولا بدنا نكافح بالحياة ولا بدنا نسرق ولا شو نعمل هن عم يجرونا لمطارح نحن ما نحترم بعض نحن نعمل مشاكل يتفرجوا علينا يضحكوا علينا اذا بتصور الخط من جوا خط من جوا هيدا تبع ال 100,000 خط من برا السريع 200,000 تنطر نظامي بيطلع بعد 5 دقايق بيقول لك نحن بدنا نسكر مين بيحاسب لا عارفين انه هي دوام كهرباء عنده انه بتقطع لا عارفين انه ما بقى فيه بخزاناته واكيد هلا بتنزل على خزان وبدك تلاقي في عنده تحت هلا كميه بتكفي ل 10,000 سياره بس هو اجى على باله هلا بده يسكر فشينا خلنا كثير من لما كنا صغار بنطلع مظاهرات وبعدني ما بنسى المقوله كنا نقولها كان الاتحاد الطلاب والاتحاد العمالي لما يطلع يهز البلد كله وين اني هلا وين اتحاد الطلاب العام هيئات طلاب الجامعة طلاب الثانويات اتحاد العمال العام كنا نطلع ونقول هلي على الريح يا رايتنا العالية نصب وتشليح دولتنا اللبنانية. بنتابع معكم مشاكل وحلول اللي كنا عم نتابعه طبعا من خلال هذه الخلاصة شو تعليقك عليه بهذا الوجع؟ أنا بدي أسألك هلا دوري أسألك بدك تقعد محلي لا لا قاعد من هون الكلام اللي حكيناه نحن نعم مش ترجم اللي سمعته 100% يعني نحن عم نحكي من عنا مش عم نحكي وجعوا للشباب مش عم نحكي للحكومة بس هن عم يحكوا بطريقتهم ونحن عم نحكي ونفس الطريقة نحن وياهم يعني نفس الوجع شوف ما بيحس بالناس وبوجع الناس بكون مش من الناس نعم هودو اللي عم يحكوا الشباب هذا واقع الحال الواقع اليومي اللي عم بيعشوا وعم ينزلوا وعم يتبهدلوا وعم 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 لك بدي لك شغلي هلا تذكرت تفضل كان في متنفس لكثير من السائقين العموميين وعموم اللبنانيين نعم محطة على طريق الجنوب اسم محطة كورال اللي بديرها وبيملك اسم منها زميلنا وصديقنا فادي ابو شهر هلا اليوم اللي عرفته انه بدها تسكر اليوم رسميا نتيجه المشاكل نعم والسكاكين والقلونات وما بعرف شو حتى هو فادي امبارح او اول امبارح تعرض لاهانه وحدا مد ايده عليه
هلا يمكن يطلع قرار منه ومن الشركة ومن القضاء انه هاي المحطة تسكر، ويمكن غيرها وغيرها وغيرها، مش تتسكر لا سمح الله لسبب انه عم يبيع سوداء او عم يعمل، عم تتسكر لانه مش عم يقدروا يضبطوا الامور، ما عم يقدروا يضبطوا الامور. انا بدي اسال اي مين على هالدولة من راس الهرم للاخر. نعم شو بدك تسال؟ ليش بينطروا تتوقيع المشكلة وتصير المصيبة تيروحوا يعالجوها؟ ولك ما عم نقول لهم عالجوها قبل ما توصل وقبل ما تصير، يا عمي عالجوا القصة كذا كذا كذا، نحن جميعا نقابيين إلنا عمر وقلنا عم نشتغل بكل اخلاص وما حدا في نقف علينا ولا حدا في جرب يخلفنا، نحن متفقين انه نخدم هالقطاع بكامله، ليش يا دولة بتنطري تاب بس توقع المصيبة ترجي تروح ترجي بتعالجيها؟ رح نتابع انا وياك، ليش ما بيعملوها؟ رح نتابع سيدي، بس بدنا نوقف مع بريك وبنرجع نتابع سوا مشاكل الوحلول. رح نتابع معكم بعد البريك، لانه كانت المقابله مستمره. قلت لي سالني اياه على الهواء. اسالني شو بدك؟ بسالك ليش من ايمتى انا في فوق وتحت الهواء؟ لحظه من ايمتى انا بتعرفني انت؟ لا كلمه حق تقال ما في. من ايمتى انا بحضر حالي؟ ابدا. او انه شو بدك تسالني؟ ما راح، لا هيدي اللي بدك. طيب اليوم اجلت حتى اشوف المشاهدين لحتى ما يفكروني كاتب قدامي اول ولا الكاميرا. ايه شو بدك تشوف؟ لا شفت شو كاتب قدامي؟ يعني بدي محلل نفسي ليعني. لا هذه الخطوط لوين راح؟ عم تحكي بعمل هيك، مش انه والله محضر ورقه قدامي وكاتب شو بدي احكي. طيب حج، يعني انتم اجلتوا الوقفه الاحتجاجيه، قلت راح تكون وقفه احتجاجيه بالاليات امام مقر المديريه العامه للنفط بالشيفرولي، كانت مقرره ب 17 اب، وانت قلت ردا على السؤال كي نؤكد بان المشكله تبدا وتنتهي عند مديريه النفط. انا سالت للمهندس ايرورد غالي كانت ضيفتنا، قلت له ليه معتصم عندي كوليش وقف؟ قلت لي سألوا إله. هلا هي عفوا، أنت معك حق وهي معها حق ونحن معنا حق. نعم أستاذ نقوله، نحن كنا محددين وقايلين إنه بدنا نعمل اعتصام ب 17 مشان التليل، مشان انفجار التليل أجلته. جينا أجلنا مشان انفجار التليل، وصار في اتصالات على موضوع الدعم وآلية الدعم. نعم. لقطاع النقل البري، اما بده يكون الواحد موضوعي ومنطقي، واما انه بده يكون بدي اضرب واتظاهر واتحرك واجتمع وما بعرف شو بدي اسوي واعتصم، لانه هيك جاي على بالي. لا انت قلت تبدا وتنتهي عندها، هيك قلت. اسمحني شوي. تفضل. اذا كان الهدف هو الاعتصام شيء او التجمع شيء، واذا كانت الهدف من الاعتصام انك انت توصل للمطرح اللي انت بدك اياه شيء اخر، انت بدك عنب ولا بدك تقتل المطور؟ بس سؤال. عنب. نحن بدنا عنب. لطالما نحن محددين موعد للاعتصام امام مقر المطور العامي، وبرجع بقول هلا المشكل والحل يبدا وينتهي بالمديرية العامه للنفط، وبالتالي عند وزاره الطاقه، عم بحكي بالاسعار بكل هالامور، بتأمين مادة المحروقات بنزين أو مزود للسائقين العمومية. لطالما أنه صار في اتصالات بعد التأجيل، وطبعا التأجيل سببه بكل وضوح وكنا ببيننا واضحين أربع خمس كلمات احتراما وإجلالا لأرواح الشهداء اللي صعدوا بالتليل والجرحى. نعم. وبدنا نكون منطقيين كمان مع بعضنا البعض. بلشت الاتصالات، عملنا اجتماع واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لما ست زينة عكر نائبة رئيس الحكومة بتلبي لدعوتنا لاجتماع يكون في ست وزراء معنيين عندها بالمكتب، وكان الرئيس ابو نديم، وحكينا بهالموضوع، واستكملت بلقاءات. نعم. مع وزير المالية وزير الاشغال. لوصلنا لهذا الاتفاق والصيغة اللي بدنا اياها لدعم القطاع، انه هيك يعني عنزه لو طارت، انه انا لازم اولا ست قرور او غيرها، يعني ست قرور انا كشخص بحترمها مثل ما بحترم اي انسان. لا. اخر. لا. مهما على شأنه او صغر شأنه. لا. وما عندنا بلبنان صغار، كلنا بلبنان كبار، كلنا بلبنان. هذا اللي ببيع جريدة وهذا اللي بيشتغل بالنفايات، عامل لبناني بيشتغل بالنفايات، حطه على راسي. بالنسبة إلي مثل الوزير.
ما عندي مشكلة ابدا. بالختام كلهم بالاحترام مع بعض الوقت. بس لا خليني رح ارجع لك لا لا بدي كفي بهالموضوع نقول اللي حتى ما حدا يفسر انه ليش انه والله سألوا إلو عم تقول لك هروب. قلت لي سألوا. لا عم أقول لك سألتني وعم جاوبك. نعم. إذا لزم الأمر إنه نروح نعمل اعتصام قدام المديرية العامة وقدام أي وزارة وقدام رئاسة الحكومة على مدخل قصر الجمهوري على مدخل مجلس النواب مش رح نقصر أبدا. ولكن سؤال بده ينسأل لكل المعنيين والمواطنين أولا. السؤال شو هو؟ إذا كان الإضراب والتحرك عبكرة بفيد أنا من هلأ بقول نحن بندعي لإضراب وتحرك من بكرة. طيب. بس طالما إنه الوجع طاير كل الناس يعني فوق تسكير الطرقات وفوق الإزدال على محطات وقطعوا الطرقات أمام المحطات بدنا نزيد على الناس هم وتعصيب ووجع أكيد لا ولا بدنا نوصل لنتيجة أكيد لا. بالختام أستاذ شفيق شو بدك تقول عن مطالبكم المزمنة إيه؟ مطالب قطاع الشحن أنا باختصار. بدي أسأل ليش تانكة المازوت أغلى من تانكة البنزين؟ ليش يا خيي كان العمرة أرخص تانك المازوت؟ كيف الاصطلاح اللي صار هيدا من قبل مين؟ بدنا نسأل ست أورون احنا كيف هيدي وكيف بيمشوا بالمازوت بيشيلوا الدعم عنه قبل ما يشيلوا عن البنزين؟ ليش ما بقيوا لغاية هذه الوقت هيدا تنشلوهم اثنين سوا؟ أنا ما برضى أن يكون المازوت أغلى من البنزين. نحن بدنا لا مش الحال نحن بدنا أنه يردوا لنا المازوت مثل البنزين وقت اللي بيروح الدعم عن البنزين عن المازوت يروح عن البنزين. هاي هلا هذه بدنا هذا الطلب إن شاء الله. اذا ما تنفذ هالطلب رايحين الضربات على الدين ان شاء الله خير وصلنا له بالختام حج وين حج بالختام شو بدك اخر شهر وصلنا له وهلا انا ما انا بقول لك هلا وصلنا. طيب في في مازوت مدعوم ونو بعد في مازوت مدعوم ونو سؤال يسأل عنه وزير الطاقة ما بعرف اليوم ونو مزين وسمح وأجاز هذا السؤال ما نتمنى عليك تفضل بس نرد لها جميل للست أورون تكرم عينك احترمها. نعم هذا السؤال اللي سأله أبو نديم وعد سألنا إياه للست أورون وعد المازوت المدعوم وين وعد بس هاي مش هي المدير العام السؤال ونشوفها سوا إن شاء الله مش هي المدير العام بلى سألنا إياه بالختام شو بدك تقول بدي أقول إنه لدولة رئيس الحكومة لا خليني بلش بال من فوق لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين عم بحكي بالسلطة التنفيذية تفضل انه اذا كانوا موافقين على هذا الاقتراح اللي قدمناه يأكدوا ويترجموا الموافقة سريعا انت اتأكد لك رئيس الحكومة عم قولي ترجمه نعم عم قولي ترجمة هي بمرسوم لانه على متسع من الوقت يا أستاذ نقولة إن شاء الله قبل ما نوصل لواحد عشرة في إجراءات بدأت نعمل إلى علاقة بالبطاقات إلى علاقة بالبنات إلى علاقة بكتير شغلات لحتى نضبط هذا الأمر ونخفف الفوضى ونخفف الفوضى وبرجع بقول وبختم نحن عم ندعم السائقين والقطاع هو دعم لكل اللبنانيين مش للسائقين حصرا يا أستاذ نقولة شو فارق معه السائق عم بقول لك هلا باسم السائقين شو فارق معه بتقول له تنكة البنزين ب 336 ألف أنا بدي أعمل له التعرفة على أساس 336 ألف المواطن اللي بده ينوجع الراكب اللي بده ينوجع والدولة هي المسؤولة عن هالموضوع هذا يعجلوا لنبلش بالإجراءات برجع بأكد بآخر كلمة النقابات والاتحادات ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد ولا نرضى ولا نرضى أن يكون لنا علاقة ميدانية وتنفيذية بموضوع الدعم هذا الموضوع ما بين الدولة اللي هي بتدفع مصاري وتغطي وبين السائقين أصحاب العلاقة شكرا لك شكرا سيدي شكرا أستاذ شفيق يعطيك الف عافية إذن أصدقائي لهون نحن بتوصل حلقتنا ضيوفنا كانوا بسام طليس رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بلبنان شفيق الأسيس رئيس نقابة أصحاب الشاحنات في لبنان رئيسنا كلنا أبو نديم رئيسنا كلنا خلي لي هيك بوجوده ما إلا شغل القاعدة الشرعية أنها بتقول مطى حضر الماء بطل التيمم بشكرك وأهلا وسهلا فيك بنلتقي معكم بكرة أصدقائي بحلقة جديدة من مشاكل وحلول إلى اللقاء